انت واخدانا على فين يا فورنتينو؟ هفسحكو. يا سلام، دي هتبقى احلى فسحه اتفسحتها في حياتي. طب ومليجي ذنبه ايه؟ فسحيني انا بس. الله، جرايه يا عم اكس في ايه؟ هي النحله هتيجي لغايه عندي انا ومش هتنزل عسل. انت فاكرها هتودينا السخنه يا مغفل؟ دي هتموتنا. اتكلم عن نفسك يا بابا، انا خلاص فورنتينو موتتني من زمان. موتتك امتى يا عم انت التاني؟ وانا ناقصك. موتتني من اول نظره يا فيفي. خمسة مو عليك يا قلبي. ستوبيدو. اي لاف يو تو. دي بتشتمك يا بني ادم براس بطيخه. ايه ده بجد؟ انت بتشتميني فعلا يا فوفتي؟ ايوه بشتمك يا مليكي. لا يا فوفه لا، احنا ما عندناش ستات تشتم رجالتها قدام الناس. الشتيمه دي لما نبقى لوحدنا في البيت. طب ممكن انزل هنا على اي جنب عشان اسيبكم تاخدوا راحتكم في الكلام؟ نزلني والنبي يا استاذ جوليانو هنا. انجز نفسك كويكلي عشان انا معطل الشارع ورايا. طب كان في باقي 2 من 10. ابعت 2 فكه وخد العشرة بتاعتك. انت بتعمل ايه يا جوليانو؟ اتحرك يا مغفل. ثواني بس يا انسه، الراجل نازل. اتحرك يا غبي. يا اموت في الست الشرسه والراجل الغبي. عايز تهرب بالسرعه دي يا اكس؟ يا دوبك بس عشان الحق ماتش ديربي المحله. ايه ده، هو البلديه والغزل النهارده؟ يا عم ده ديربي الغضب ده. رضا الويشي بدأ الماتش من الاول وكمان الدون هيبدا الماتش. طب سوري بقى فوفه، معلش مش هينفع نتفسح النهارده، خليها يوم تاني. نزلينا احنا عند اي قهوه عشان نلحق نتفرج على الماتش من اوله. بطلوا عبط، ديربي الغضب ده عندنا احنا في ميلانو. مش معقوله انتوا كمان عندكم غزل الميلان وبلديه الميلان؟ لا يا عبيط، ده اللي هنا في مصر هم اللي اسمهم اي سي المحله وانتر المحله. معلش احنا صدعناكم، نزلونا هنا وكملوا انتوا طريقكم. مشكلتك يا اكس انك فاكر نفسك ذكي ومتخيل انك هتقدر تهرب مني. انا عايز اعرف انت عايزه مني ايه؟ ما انا سبتلك زعامه المافيا وسبتلك امريكا كلها وجيت مصر، جايه ورايا ليه؟ عشان سافرت ونسيت حاجه مهمه جدا، نسيت تبوس ايدي. انا استحاله ابوس ايدك. انت عبيط يا ابني، حد يرفض النعمه اللي زي دي؟ انا اسف ليك يا فيفي، معلش ينفع ابوس انا بداله؟ نو. هو اللي يبوس ايدي ويعلن ولاؤه ليا قدام المافيا كلها. على جثتي يا فيورنتينا كده. طيب انا هعرف اخليك تبوسها ازاي. لا 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 لا، ابوس ايديكم بلاش رجل الكنبه، والنبي اربطني في اي حاجه تاني غير رجل الكنبه، ان شاء الله حتى تعلقوني من رجلها في السقف. بس ما تعملش شقاوه. حاضر يا بيبي. علقوا في السقف يا جوليانو. اوكي يا ميس فيورنتينا. انتوا مجانين، تربطوا مين في السقف؟ انتوا عايزين السقف يقع على دماغنا؟ ما تزعقليش يا اكس، انا ما حدش يزعق لي غير الزعيمه فيورنتينا. اكس عنده حق يا جوليانو، كده فعلا السقف ممكن يقع علينا واحنا سايبين صور باسبوراتنا عند الراجل اللي اجرنا منه الفيلا، يعني ممكن يعمل فينا محضر. اربطه في حته تانية. بقولك ايه، اربطيني في وش الباب عشان تبقي اول حد عيني تشوفه لما الباب يفتح. بطل تلزيق وسهوكة بقى، انا هلاقيها منك ولا منها. اربطهم هما الاتنين في ظهر بعض يا جوليانو. ماشي في ظهر بعض، بس انا اللي في وش الباب. معلش. لا طبعا، الدنيا حر وانت تخين وهتحجز الاكسجين كله عني. يا عم ما تقلقش، هعدي لك سرسوب هوا بين دراعي وفخدي تتنفس منه. ايه القرف ده؟ اربطهم بالبلاستر كويس يا جوليانو وفتح عينك عليهم لحد ما ارجع. هتروحي فين يا زعيمه؟ يس، رايحه شارع الشواربي. ليه؟ سمعت ان في هناك اوكازيون على شرابات الكولون الكالسوني. انا مش فاهم يا اكس، انت دماغك دي بتفكر ازاي وعامل لي فيها ذكي وحركات ومافيا؟ ما كنت بوست ايديها يا عم وخلصتنا. ده لو قطعتني حتت حتت كده مستحيل ابوس ايديها. ليه يعني؟ انت قفشتها وهي خارجه من الحمام من غير ما تغسل ايديها ولا ايه؟ صارحني بالحقيقه قبل ما الفاس تقع في الراس واتجوزها. يا ابني لو بوست ايديها يبقى كده بعترف انها الرئيسه الشرعيه للمافيا، يعني مش هيبقى ليا اي حق اني اطالب بالعرش تاني. ايه ده؟ انتوا بتجهزوا لسيزون 9 من جيم اوف ثرونز ولا ايه؟ هما مش قالوا ان ده اخر سيزون؟ يا ابني انا اقصد عرش المافيا. ما انا مش فاهم يعني، يعني ايه انتخابات وبتصوتوا بالبوس وكده يعني؟ يعني حاجه زي كده. اطمن يا اكس، انا هتجوزها وقعدها في البيت، لان راجل شرقي جدا ما قبلش ان حد يبوس ايد مراتي. لا حمش يا مليجي. عيب عليك يا اكس، ابن خالتك مسيطر يا معلم. يا حبيبي فوق من الهبل اللي انت بتفكر فيه ده، فيورنتينا استحاله تتجوزك. ليه يعني ان شاء الله؟ عشان هي بتكراش على محروس كورليوني، حفيد الدون فيتو كورليوني. خفش، انا هحتويها بحناني لحد ما اخليها تنسى محروس ده. كورليوني؟ كورليوني هتنساه، هتنسى تماما. طب بقول لك ايه، ما تيجي نشتغل الواد جوليانو ونخليه يفكنا. يفكنا ليه؟ انا مرتاح كده عموما. يفكنا عشان نفلسع من هنا. قصدك نهرب يعني؟ يس. لا طبعا، انا استحاله اهرب واسيب فوفتي في الورطه دي. ورطه ايه يا ابني؟ ما تشلنيش، دي هي اللي خطفانه. صدقني يا اكس، ده سوء تفاهم مش اكتر. ازاي يعني؟ فيورنتينا واخداك سلمه عشان توصلي، لانها عارفه انها لما تخطفك انا هاجي وراك. انت في غيبوبه ولا ايه يا ابني؟ اذا كان هي خطفتك انت الاول وبعدين خدت منك المعلومات اللي وصلتها ليا. ايه ده، تصدق صح؟ يعني فوفا ما بتحبنيش ولا حاجه؟ هي ما بتحبكش دلوقتي، بس هي ممكن تحبك. ازاي؟
قولي بسرعه ارجوك. اصل فيرونتينا دي بتحب الباد بوي. باد بويز يعني ايه ده فيلم؟ لا الباد بوي يعني الواد المخلص. طب ما انا مخلص دراسه من زمان ما انت عارف. ده انت برميل غباوه. انا قصدي مخلص يعني مقطع الفيش وديلها وكده. ازاي برضو مش فاهم؟ يعني تبين لها انك واد خطر كده وصايع والوصول ليك مش سهل. بس خلاص يا معلم فهمت. انت كده حطيتني على اول الطريق. هتعمل ايه؟ انت مش قلت لي ان هي بتحب الواد الصايع؟ ايوه. انا بقى حافظ شويه نكت ابيحه من ايام ثانويه عامه، هتوقعها من الضحك وهتحبني على طول. انت كده صايع يعني؟ انت ساذج قوي يا مدي. امال يا ابني، انا بان على فكره طيب جدا من بره، بس ساعه الجد بطلع الساذج اللي جوايا. لا ساذج دي شتيمه يعني، انت عبيط. انا كمان هشرح لك عربي. ايه ده انت بتلمح لان النكت الابيحه كمان مش هتبهرها؟ يا مغيب، دي واحده عضوه في المافيا من وهي في كي جي 2، يعني عشان تبهرها لازم تبقى عملي. انا غلطت معاك، قول لي اعمل ايه. طيب ما انا قلت لك نهرب. طب ولو هربت وما انبهرتش؟ مش مشكله بقى، خليها تخطفك تاني. ماشي اتفقنا. هنهرب ازاي بقى؟ معاك مفاتيح البلاستر ده؟ بلاستر ايه؟ اللي احنا مربوطين بيه. يا لهوي يا لهوي، ده انا لو هربان مع عيل في مدرسه ابتدائي كان هيقول اقتراحات اذكى من كده. يا عم بدل ما تقعد تتريق عليا نبهني اني بقول اقتراح غبي. انت بتقول اقتراح غبي، حلو كده؟ يا مليجي انت كل اقتراحاتك غبيه. طب انت عندك حل؟ انت ذكي. اننا نشتغل الواد جوليانو ده ونخليه يفكنا زي ما قلت في الاول خالص، بس انت ضيعت لي وقت كتير. طب بقول لك ايه، انا عندي خطه جامده جدا. انا هقول له اني مزنوق وعايز اعمل حمام، واول ما يفكني هدخل الحمام، هارم الشباك واجيب الرجاله ونيجي نفكك. فكره حلوه طبعا، وكل الخطوات دي تتعمل عادي ما عدا ان انت هتعدي ازاي من الشباك. انت مفيش شباك اصلا يجي مقاسك. بقولك انت بتفتي ليه؟ انت دخلت الحمام هنا قبل كده؟ من غير ما اشوفه. مفيش شباك حمام يجي مقاسك في العالم كله. صح، انا عمري ما هربت من شباك الحمام فعلا. طب والعمل؟ انا هخليه يفكنا احنا الاثنين ويخرجنا بايده من الباب. ازاي بقى يا جامد؟ هتشوف. جوليانو، ولا جوليانو؟ عايز ايه يا اكس؟ عاوزك تفكنا. انت مجنون يا اكس؟ عايزني افكك بايدي؟ لا طبعا، وانا غبي بالسكينه اللي على الترابيزه دي. يا سلام، عايز تهرب؟ انت مجنون يا جوليانو؟ انت الظاهر نسيت انا مين. انا مستر اكس، واكس مش ممكن يهرب لانه مش جبان. امال عايزني افكك ليه؟ عشان اروح مليجي، زمان امه قلقانه عليه، مش كده يا مليجي؟ اه والله يا عم، امي قلقانه عليا جدا، زمان امي بتدور عليا. صح، حلو كده. هتموت هتموت من الضهر ماشي، اتأخرت ورا البيت. يا رب ابوك يتجوز امك بكره. مش هينفع. ليه يا جوليانو؟ عشان الزعيمه قالت لي اخلي بالي منكم. طب يا عم يعني بتوصيك علينا اهو. اه وانت كده عملت اللي عليك وزياده، وبعدين هي عايزاني انا مش عايزه مليجي. طب ولما تيجي وتسالني عليك؟ ما تخافش، ما انا هوصل مليجي لبيتهم وهرجع على طول. اسمع الكلام بقى جوليانو والنبي، انت راجل طيب وما رضكش ان امي تضربني وانا في السن الجريب ده. اوكي بس ترجع بسرعة يا اكس. هرجع لك طيارة. وبعدين بقى اكس اتأخر قوي، يا ريتني ما سمعت كلامه. جوليانو، يا نهار بلاك، الزعيمة جت. افتح الباب يا زفت. حالا يا زعيمة. ايه كنت نايم ولا ايه؟ لا طبعا انا صاحي. طب قولي ايه رأيك في شراباتي؟ هايلة تحفة، بس كلهم ليه نفس اللون والشكل؟ اصلهم كانوا لاست بيس. برافو عليكي. طب يلا روح هاتلي اكس. ها؟ بقول لك هاتلي اكس. عاوزه عادي ولا دايت؟ في ايه يا جوليانو؟ انت طرشت؟ بقول لك اندهلي اكس. ليه؟ عشان اخد رايه في الشرابات. هاتوا عشان اعذبه يا غبي. ما هو ايه؟ نم؟ لا خرج. نعم يا الدلعادي.